انا اجي عندك احل لي البيع. إذا أهلا وسهلا بكم مشاهدين شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط في منطقة ديال الهراويين. فهناك بزاف ديال العائلات اللي باقي الماء فايض عليهم في الدار، باقيين هازين حوايجهم، باقيين عايشين في واحد المأساة اللي لا يرثى لها. معنا هنا واحد الأخ غندخلو عنده. السلام عليكم خويا، بخير هانية؟ كيفاش القرقرات من هنايا؟ بالطريقه هذه باش كتحيد بالماء 3 ايام وما بغاش يتحيد الماء كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. المشكل عندي دابا مثلا القزير ندير مشرق يعني القطره كطيح من الفوق كيف ما كتشوفوا الكونت بلاكي هو يعني بحال قلتي هشاش هذاك العود وطاح حتى هو طاح. هو المشكله دابا الماريو تاعو الضراب الحويجات مسكتهم. شوفوا مسكين جاب الله بعدا لقى بعدا الماريو بعدا يهز فيه حويجاته وهذا. شوفوا الارض كي دايره، هز اخويا بهذاك البانيو باش يشوفوا الناس. شوفوا الما كي دايره الاخوان. شوفوا الما مازال دابا تنقسم الماريو بحال هكا. الما مازال كان طالع بحال البيسين. لا البيسين هذا عيب، الماء عيب كبير والمشكله. شوف كيفاش دايره الحاله وكانت فاضت في 2010. في 2010 طرا لكم نفس المشكل. طرا لي نفس المشكل كان ما كيدخل لينا حد هنا. اييه. ودابا رجع لينا ثاني المشكل كيفاش رجع لينا دابا المشكل يعطونا اصلاح هذاك اللي كان نصلحوه هنايا ولا المهم خاص يديروا معنا شي حل. كطالب من المسؤولين انهم خاصهم يديروا معكم شي حل. يعني كل عام نتوما كتعرضوا لهذا المشكل الوقيته ديال الشتا كتلقاو راسكم في هذا المشكل ديال الفيضان. كل عام كنتعرضوا لهذا المشكل وسيدنا كان عاطينا عدد الهيكل هنايا. عدد الهيكل عندكم زعما الحق في السكن. عندنا الحق في السكن ما كاين حتى شي حاجه. باقي ما داروا معكم والو. اجي ورينا خويا البيت الاخر اللي قطر فيه. عندك الوليدات. ودابا فين كتنعس انت في 3 ايام اخويا من بدا الفيضان؟ كنت تعاس دابا عندنا. وما كتنعس ما والو، حاش بان لي ما كاينش فين غتفرش هنا كلشي كاين الماء. ها انتوما شوفوا الاخوان شوفوا الاخوان مسكين شوف فين هاز حويجاته. جاب الله مسكين عنده هاد الحوايج فين هاز حويجاته وكره شي حويجاته تما مشاو ليه. مشاو لي شي حوايج لحتهم. ياك شي حوايج لحتيهم مشاو. مشاو ليا دوكا انت شوف. مازال شوف شوف الاخوان شوف شوف على حاله كي داير. والمشكله هنايا كاينه لانستالاسيون ديال الضو هذا الله يسر يعني يقدر يوقع حتى شي كورت سيركوي مع الما كيهبط. ها انتم الضو باقي كيشعل وما جا عندك حتى شي واحد دوا معاكم شاف الوضعيه. عندي شوفوا المشكل اللي عندي. اييه. هي حتى ما غارقش بحال دير الدوار ديال العربي. اييه. قال لي لا قال لي انتم عندكم شويه. كيفاش شويه؟ قال لي شويه غارقين شويه ما غارقينش بزاف بحال هاد الناس. يعني هما سالاو مع دوك الناس؟ هاد الناس جمعوا بزاف ومشاو. انا كاين هنا واحد السيد. اييه. غنمشيو انا وهاد السيد شنو غنديروا؟ ولكن هذا يقول لي حنا راه ما عندناش فين نعسوا وانتم كتشوفوا الحاله كي دايره. ما تسوق لينا حتى شي واحد لما كنعاود. ملي مشينا عندنا المدرسه وغيقيدونا يعطونا واش يديروا معنا شي حل. يلا داروا لنا الطون وكانيطا تاكل وتجي. بحال حنا غادي بينا الجوع تما. تاكل طونو كانيطا مناضة وترجع في حالات. وفين غتباش فين تنعسوا الوليدات ديالك؟ تما غادي يحيدوا لك هذاك الماء من الواد الحار ويتجففوا في هذا الشيء ثاني وترجع تسكن. حيت انتم بحكم انكم قراب من الواد الحار، هذا الشيء علاش عندكم قرابين منه بزاف. هذا الشيء اللي عندكم منه مشكل. الناس انا غنمشيو دابا غنشوف بزاف العائلات اللي مساكن تما. كاينه واحد المرأة مسكينة قالت لي الدار ديالها تشقات. وشنو الطلب ديالكم من المسؤولين؟ شنو بغيتي تقول لهم؟ المسؤولين ان شاء الله وانا حنا يديروا لنا الحل. يديروا لنا شي حل فين غنسكنوا فين غنسكنوا وليداتنا، ولادي مش راضيين. ولا على الاقل الصلاح انتم كيف كتشوفوا انتم الا شفتوا معايا هنايا صبعي ديريك كاينه واحد التقيبه راه من هنا كتنزل القطره. دونك الا بقى هذا الشيء بحال هكا راه غيبقى نفس المشكل. شوفوا لانستالاسيون ديال الضو ديزا غبتشيو. اذا الله يحفظ في اي لحظه يقدر يوقع شي انفجار ولا توقع شي حاجه يا ربي تحضر السلام. كاين واحد الحفره من هنايا دايره الحيط ولا كيتزعزع من هنا من الله. الحيط ديالكم هنايا تقدر توريها لي اخويا؟ اجي معايا وريني عافاك. ها انتم كيف ما كتشوفوا الاخوان الحاله اللي عايشين فيها الناس مساكن. والوليدات ديالك اخويا دابا فين كاينين؟ الوليدات ديالك كيقراوا فين كاينين؟ هذه الكوزينه هذه. كوزينه. شو الكوزينه شاهي كي دايره؟ شو الماء؟ الماء
شو الحاجه؟ شوف الحويجات فين درتهم نفعتنا للبلاصه هذه. شو مسكين الحويجات ديالو فين دارهم في الكوزينه ديالو باش انه يحميهم من الماء ويحميهم من بزاف الحوايج. كيضرب لي حد هنايا دابا عاد هبط في هاد اليومين عاد هبط كنقادها لمين. اذا دابا تقدر تصب على شي شيء اخرى وقع في نفس المشكل. نفس المشكل كان. ودابا بغيت نعرف الوليدات ديالك والعائله فين كيمشيو دابا؟ ديري خليته مع الخوات ما عنديش فين غندي نمشي نكري لهم. وبعد من هنايا وبعد وفين كيقراو؟ ما كيقراوش دابا مابقاوش كيمشيو حبسوا القرايه بسبب هادشي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ها انتما كيف ما كتشوفوا حنا في 2020 وباقي كنشوفوا هاد البنيه التحتيه وحنا في كازا بلانكا يا حسره. انا مش عارف دابا هادو من المشكل ديال قرقرات الماء ملي كيجي كيطلع من هنايا دونك هنا خصك تحبس. هنا في خصك تحبس المشكل ودابا راه كنحبسو كيهزو يعني فين هو؟ السلام عليكم عمي. ها هو معنا واحد المتضرر اخر مسكين تا هو اللي غيورنا البيت ديالو. السلام عليكم تفضل عمي. انت انا نطلب من الله ونعطينا الليل يديروا باش يحلوا حوضانا ولا يديروا شي حاجه يعطينا الحكايه. دابا انت عمي كتبغي تصلح وما كيخليوكش. فين شكون غادي يخليك تصلح؟ ما غاديش يخليك. انتم كيف كتشوفوا اخوان دايرين غن الزنق الفوق مساكن. انتم كاع الناس ترون وانشوف فين نازلين الحوايج ديالهم. والعائله ديالك فين كاينه دابا عمي؟ دايرين ملوطه كل واحد جدة واحد وخلونا. ياك انت دابا عاس على الدار. واش غادي نديروا؟ غنمشيو. وفين كتديروا لنا السفاره؟ يا السفاره كيف البيبان. وفين كتنعسوا بالليل؟ فين كتنعسوا؟ كتبقاو جالسين يلا شنو الناس كاملين في الواحد ها شوما. شوف هذا لابيش تقدر تعلي الضو من هنا. شوف ولا صافي بلا تعلي الضو ندير البيت. شوف مساكن ها انت شوف ها انت هزين هذه هزين هذه. لا حول ولا قوه الا بالله. شو مساكن هنا زعما كامل راه اخواتي خاهم مالي. انا شفت هذيك المراه مسكينه واحد السيده مسكينه قالت لي راه تشقات على الدار كاع. هادو كاملين خرجوا من هنا. دابا السكان اللي ساكنين هنايا كاملين خرجوا تخوفا من شي كارثه لا قدر الله. بنادم ولا خايف هارب من الدار ديالو ومخلي الحوايج ديالو باش يسلك بالنفس ديالو بعد. هادو كاملين ما بقاوش هانتوما. جات الفيضان يعني رجع الدنيا كارثيه هنايا. غتخليوكم معايا مشاهدي الكرام غنمشيو نشوفوا واحد الاسره اخرى. تمشي معايا اخويا عند تورالي عفاك نسيت على الدار. وانت دابا غادي معايا شنو الطلب ديالك؟ شنو بغيتي تقول؟ هما الناس كيسمعوا فيك كلشي كيشوف فيك. بغيتو تصلحوا المحلات ديالكم. هذه حفره هذه. الماء كيدخل من هنا من الحيط كيف كتشوفوا. ها انتم الاخوان الفوق داير مسكين داير غير الميكا ودير البنوات وداك الشيء يعني ما كتبانش لك شي حاجه اللي هي صلبه لانها غتمنع الشا ما تقطر عليهم يعني الناس لداخل وكتقطر عليهم الشا. اذا لما تصلحش هذا الشيء راه غتصب الشا عاوتاني غيوقع عليهم نفس المشكل ولا كثر الله يستر. ها انتم الناس باش كيحبسوا الماء بالقطره. شوفوا الناس ها مساكن باش كيحبسوا القطره ديالها. السلام هي كانت عامره كامله هنايا. اللي بغيت نوريكم ان هذه الارض تشقات كيف ما كتشوفوا معايا اخوان. الارض تشقات يعني في اي لحظه الله يستر يقدر يعفط شي واحد يقدر يطيح هنايا دري صغير يعني اللي كتحس بالارض ما بقاتش هي. انتم شوفوا الاخوان كيولا الدنيا. انتم شوفوا الاخوان باش نوريهم هذيك الضايه اللي باقا بعدها هنا. هانتوما خليكم معانا باش تشوفوا. هانتوما الاخوان الناس فين عايشين مساك. لا حول ولا قوه الا بالله. باقيين بيسينات هنايا يعني. ها عمي دابا بحال الناس اللي ساكنين هنا مساكن فين مشاو هاد الناس اللي ساكنين يا مسكين. ما دارتو البلد الدراري الصغار كنشوفهم كيلعبوا تما لا تقدر توقع عليهم الله يستر شي حاجه يطيح في الفرا ولا شي حاجه. كيف ما شفتوا معنا الاخوان هانتوما الجو كي باقي باقا الدنيا كاينه باقي حتى شي واحد ما جا دار معاهم حتى شي حاجه. انا هنا فين كتسكن هذيك المرا ياك؟ ها؟ شوال شو على حالة كارثية.
ها شوما الناس عائلة أخرى إن شاء الله متضرين مساكن. يعني شوف شوف الحوايج ديالهم كيفاش ولاو. كان داخل الليل ما كيضرب لها حد، كان داخل الليل ما تهياش حد. دابا هي ماشية للمدرسة مسكينة هي وولادها، شو المشكلة عندها كيفاش دايرت يعني؟ شو شاية مسكينة؟ شوف هذيك السيدة اللي قالت لي كنقطر عليها كنتشقق عليها سميتو. شوف نديرها حويجاتها تاهم خايفة. هي مسكينة تاهي يعني شوف ندير الحويجات ديالها مساكن. هنا الناس ولاو عايشين الرعب ولاو خايفين مساكن يعني في اي لحظة. وشوفوا شنو شنو الحيط الفوق راه كيبان لك هذاك الشيء مشقق، كيبان لك هذاك الشيء راه ماشي هو هذاك، كاع الحديد كيبان من هنا. دونك لا قدر الله في اي لحظة تقدر طرات في كاريج. ياك حتى هنا عندكم تنتوما غنشوفوا عائلة أخرى عاوتاني. السلام عليكم عمي بخير تنتوما. قول لي ما سلمتوش من هذا الله يستر من هذه الكارثة. حالنا كي داير هان، شوف حالنا كي داير الله يجزيك بخير. هادي شو مساك؟ ماشي مشكلة. لا ماشي مشكلة. يعني ما لقيتوش فين ديروا حويجاتكم؟ ما لقيناش راه فوتيين علينا. دابا بغيت نسولك عمي فين كتنعسوا نتوما هازين هاد الحويجات كاملين؟ وحنا كنتساقلوا كنتساقلوا فين فين قمطنا نباتو مكوبرين بحال تباتو جالسين؟ جالسين. والوليدات الصغار؟ انت هما معايا باش مكالفين تشدهم في يدي. والقرايه كيفاش كيمشيو يقراو؟ القرايه كنديهم مسكينه في الاخر جاي كتحل لك الجيه. وما ناعسين ما والو كديهم؟ ما ناعسين ما في حاجه خلي على الله. وشنو الطلب ديالك عمي؟ والطلب ديالنا كنطلبوا من الله والمسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا لنا هذه الحاله كي دايره انت. حيت انتوما كتعاني مني بدور الفيضان انتوما كتعاني. مني بدور الفيضان وحنا عالسين الليل ونهار. ما شفتوش الناس كيفاش؟ ما شفناش الناس كيفاش داير الله يجزيك بخير. لا حول ولا قوة الا بالله. هانتوما الإخوان شوفوا السلام عليكم أخويا كيفاش دايرين مع هاد الشيء هذا؟ معك صحافي كتهضر معايا دابا في المباشرة، كتهضر معايا على المباشر. دابا أنت كنشوف هنايا كاين الماء وأنت هنايا الفوق، شنو الإحساس ديالك؟ الإحساس ديالي هاكا كتشوف أخويا، هاكا كتشوف هاد الكرفيسة هاكا كتشوف الحال. ودابا الماء دخل عليكم حتى للدار؟ من هنا دايرين القطرة دايرين من الفوق. القطرة من الفوق ومن التحت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو على المباشر السيد مسكين. شوف شوفوا فين كيعيش الاخوان. انتوما شوف يعني مسكين كيفاش غينعس هو هاني من 2008 الواد الحار دابا هو السبب اللي كيدير لكم هاد المشكل هذا. ما عندكمش الواد الحار دابا الحفرة المطامر فين كيخبيو هذاك الشيء؟ كتعمر كتجيبو لها سيتيرنا كتخوي لينا الماء. ملي كتجي الشا كيولي هذا الشيء. عاش الملك راه من طبيعة الحال. عاش الملك. خاين ما خاين ما كاين لا مواطن هنا اللي ما حاسبش المواطن. فهمتك اخويا فهمتك. ما حاسبش المواطن كاين كاع بالكل. لا حول ولا قوة الا بالله. فين هي لالا الدار توريني؟ هي الدار غتريد من اللور. تقدر توريني من الداخل؟ من الشرجم. حيت ميمكنش ندخل منها كاين الماء. رجع عندك اخويا ان شاء الله رجع عندك. هي السيده اللي قلت لكم مسكينه عند الدار هي قالت لي مشقوقه عندها من راه دقيت من قبيله وانا كندق ما حل عليا حتى شي واحد. السلام عليكم. لاباس شي؟ البارح بنتي لي لالا كنتي كتجبدي بالماء بعد شويه خويا الماء هنايا. الحمد لله. ياك الدار الى السقوط في اي لحظه غطيح. هيا غتشوفوا كيف كتشوفوا يعني ما كيبانش لك شو الضو هنا يقدر ينزل عليه الماء يقدر يوقع الله يسر شي حريق ولا شي حاجه. دونك الله يدير شي تاول ديال الخير وصافي. شوفوا مساكن الناس فين حاطين الحويجات ديالهم. الناس مكرفسين مساكن. الدار غتريب من هنا. شوفوا شوفوا الاخوان غتريب من هنا من اللور. هبط هبط لعب الحيط. شوفوا الاخوان مساكن هنا يعني التحت الساس ديال الدار
يعني غيبقى الماء 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 ما تغيول داك الشيء هش وفي اي لحظه تقدر طيح الدار الله يستر 3 متر باش طالع الماء دابا مساكن تمر في اي لحظه تقدر طيح الدار هذه ما كنتمنوا من المسؤولين يديروا الخدمه ديالهم ماشي شاش وقع الله يستر شي كارثه ولا شي حاجه الله يرحم والديكم عتقنا جيب لنا شي واحد اللي خوي علينا من الدار من اللور راه متر وقال لي ماشي سوقي انا سوقي قال لي على الحفره سيري قلبي على المسؤولين ها القيد من الصباح هو كاين هنا حيت هاد القيد جاو لقاه هاد الفيضان فايض علينا في 2011 اني راه مولفين حنا كيفيد علينا مولفين نتوما فين اني حنا ما محسوبينش بنادم محسوبين حيوان حاشا حاشا بالعكس نتوما لا حنا ماشي بنادم نتوما مباشرة نتوما كتحسوا لا كارطات ما تصوبيهمش كتحسوا براسكم مهملين حنا ما عندناش عندنا الملك عندنا الملك عندنا الملك عاش الملك الله يخليه لينا ما عندناش من غير الملك يعني نتوما من محسوبين من زعما من البلايص اللي خصهم يعني من المنازل ديال الصفيح لان غتجي باش يعطيكم استفاده باش انكم تسكنوا تحيدوا من هنا انا البلاد ديالي انا عندي التيتر وبلادي ها كملي لي يا لالا انا عندي الارض ديالي